أهلا بكم من جديد. ملحمة رياضية بحرية جديدة انطلقت من شواطئ دبي. إنه سباق كأس المكتوم لقوارب التجديف المحلية فئة 30 قدماً في نسخته 19. حدث يأتي ضمن ختام هذه الفئة من القوارب للموسم الحالي، ومسك الختام دائماً مع ما يأتي مع أغلى الأسماء. شكراً قناة ياس الرياضية على متابعة دائمة للسباقات الزوارق البحرية. اليوم من الصباح الباكر بدينا في العمل مع اللجنة المنظمة في التجهيزات والفحص الفني للقوارب المشاركة. 25 قارب مشارك في سباق اللي هو من أغلى السباقات عندنا، اللي هو يحمل اسم آل مكتوم، كأس آل مكتوم. فهذا السباق يعني لنا اهتمام خاص فيه، فكل الزوارق كانت تقريبا ملتزمة بالمواصفات للسباق، ونتمنى إن شاء الله. وقمنا باجتماع مبسط ما بين المتسابقين تقريبا لشرح لهم عن الانطلاقة، الالتزام بالانطلاقة. 25 قارب هذيلة تقريبا هم نخبة من تقريبا 70 قارب أو 80 قارب يقومون بثلاث جولات في بطولة 30 قدم اللي هي تجديف. فهذيلة النخبة تقريبا للأقوياء، فنتمنى إن شاء الله السباق هذا نشوف منافسة قوية ما بين المتسابقين، والفائز بيحمل اللي هو كاس كبير اللي هو مثل ما قلنا كاس آل مكتوم. المشاركة تقريبا جيدة يعني تعتبر، عدد زوارق كبير، بس هاي ال 25 هم تقريبا الخلاصه مال الزوارق هذه كلهم، يعني هم الفرق اللي دائما تقريبا هي منافسه على البطوله. فهاي اكيد في البطوله الاخيره بتكون تقريبا منافسه فعلا شرسه ما بين الزوارق على اساس ان يشيلون هذا الكاس. وهذا الكاس هو يتكون من قارب تجديف اللي يملكه القارب بعد ثلاث جولات، إذا فاز ثلاث مرات بهذا الكاس فينكتب عليه اسمه ويكون مالك هذا الكاس. فنبدأ يعني نجيب كاس جديد للمنافسات الثلاث اللي عقبها. الكاس هذا أغلى كاس بالنسبة لنا، وطبعا أنا حامل اللقب هذا، يعني هذه أغلى بطولة بالنسبة لنادي دبي الرياضات البحرية، وهو مثل ما تقول تصفية بين المحامل، يعني ما يقارب 25 محمل لهذه البطولة. طبعا جمع نقاط، بعد النقاط هذه بعد ثلاث السباقات اللي صارت الحين الحمد لله، يعني 25 هذه هي اللي تمثل كاس آل مكتوم، وهذا أغلى يعني لقب، وأنا أتمنى أتشرف أني أحصل على هذا اللقب. المنافسة صعبة، وأنا حقيقة أرشح بالنسبة لنا السباق هذا إن شاء الله F3-3 و F3-4 بيكونوا إن شاء الله يعتلون المنصة هذه. يعني احنا ان شاء الله انا قائم على مثل ما تقول ماسك المحامل هذه كلها ثلاثة واربعة، ومثل ما تقول احب اهدي هذا الفوز ان شاء الله اول شيء لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وباسم ان شاء الله والده مثل ما تقول فزاع، وان شاء الله ان نحرز اللقب كهدية. يعني مثل ما تقول كان المنافس لشناص، هو لأن حرزنا المركز الأول ثلاث مرات شناص، وفزاع طبعا F3 حرز المركز الأول مرتين ومرة الثاني، وإن شاء الله نطمح أنه يكون أغلى بطولة إن شاء الله لF3. هذه المناسبة طال عمرك غالية على كل واحد،
على كل واحد متسابق، على كل واحد مواطن، وتحمل اسم آل مكتوم، هذا اسم كبير وعلى راسنا. إن شاء الله كل الفريق بيكون منافس، ولو أن في 5 أشخاص من الفريق السابق يعني مش موجودين في الخدمة الوطنية وفي اللي عمل درس يعني، لكن حطينا بدالهم ناس غيرهم يعني. الحمد لله نتمنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى. المنافسين ما شاء الله كلهم اللي داخل كاس مكتوم كلهم منافسين، كل واحد جاي بياخذ الأول، لكن أبرزهم ما شاء الله فتري تيم ورقم 4 بعد اللي هم شناص، فريق شناص، كل المجموعة يعني منافسين يعني. وبن ماجد ما شاء الله فريق منافس، والمرعي اللي هو دبي، فريق دبي رقم 5 تقريبا، بعد منافسين جيدين يعني. انطلق السباق الذي جمع 25 قاربا وعلى متنهم ما يقارب 300 نوخذ واسكوني من عمق جزيرة نخلة جميرة، ولمسافة وصلت إلى 2.9 كيلومتر. استمرت المنافسة وتبادلت القوارب المراكز حتى ظهر بطلا جديدا لهذا السباق، حقق الناموس للمرة الأولى في تاريخه، وهو قارب تكرير 15 التابع لشركة تكرير، ويقوده النوخذ عابد محمد الحمادي. هذا بينما جاء في المركز الثاني قارب زعبيل 4 لمالكه حمدان سعيد جابر، ويقوده النوخذ مروان عبد الله المرزوقي. أما المركز الثالث فكان من نصيب قارب جميرة 3 المملوك لتيم F3، ويقوده النوخذ خلف بطيل غشيش. أول شيء أبارك حق فريق تكرير، شركة تكرير على المركز الأول، والحمد لله للشعور صراحة ما توصف على المركز الأول، الحمد لله رب العالمين. سباق آل مكتوم طبعا 25 قارب كلهم المنتخب كلهم النخبة، لكن الحمد لله نطلع الأول على النخبة، هذا شيء مش بسيط، لكن الحمد لله كنا مستعدين من شهرين تقريبا حق السباق هذا. الحمد لله رب العالمين، احنا كان يعني كان صراحه نطمح للمركز الاول، لكن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المركز الثاني شيء يعني مثل ما تقول كبير، لانه بين 25 محمل يعني هذا شرف كبير نحرز المركز الثاني والثالث على التوالي يعني، وجزاهم الله الخير. بالنسبه للسباق الحمد لله كان منظم ونظامه يعني حلو، خط الانطلاقه ولا المنافسة كانت شديدة لين آخر النهاية يعني مثل ما تقول، ونحمد الله تعالى على هذا الإنجاز. أنا هذا المحمل يعني ما كنت أتوقعه، ولا كان يعني ما كنت أبدا ولا كنت في الحسبان يعني، هذا المحمل المركز اللي جاب المركز الأول يعني، يمكن هذه أول مرة هو بيحرز المركز الأول، ويمكن أول مرة بينجز يعني كإنجاز يعني له، لكن شرف كبير يعني حصل انه حصل على المركز الاول في هذا السباق، هذا شيء كبير يعني. فالحمد لله المركز الثاني والثالث يعني بالنسبه لنا تشريف يعني، الحمد لله رب العالمين. جو اليوم كان حلو بالنسبه للسباق، وكان المسار يعني شفنا يعني المكان السباق كان طيب، واللي كان هو الذكي وكخبره في السباق هو اللي تقدم في السباق يعني. فمثل ما قلت اللي حرز المركز الأول يعني أنا أشهد له أنه خضى يعني، كان هذا ريال يعني بفكر، لأنه كانت الماية وياه فعطى أكثر، والحمد لله أنجز وحرز المركز الأول. بعد هذا الفاصل تشاهدون منافسة شرسة وإثارة كبيرة في سباق دبي للمحامل الشراعية فئة 43 قدما في جولته الثانية، ابقوا معنا.